في مثل كانت جدتي رحمة الله عليها تقوله، تقول خذ اللي تحب، خذ اللي يحبك ولا تاخذ اللي تحبه. فإذا حصل إنسان امرأة تقول أنا بيع الدنيا عشانك، هذا يكون أكبر غبي انفرط بها. الرجل ما يريد من زوجته إلا الشعور بالأمان والشعور بالحنان والاحتواء الجميل والكلمة الطيبة. إن ضاقت عليه الدنيا يرفع السماعة عليها أو يذهب إليها. فإذا كان الرجل، اسمعيني، إذا كان الرجل حصل تلك الفتاة التي تحويه وتبهره وتضع العالم بكفة وهو بكفة، انفرط بها فهو أجهل الناس. جمال الرجل، جمال الحياة، اسمعي، جمال الحياة أن تجد من يضحي لأجلك. جمال الحياة أن تجد من يتلقى الطعنات لحماية قلبك. جمال الحياة أن أتكي على جبل ولو كانت أنثى.